وأنا أمام رجالة ونساء الحق والعدالة نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو الحق للشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟ لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل معايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما يشهده العالم يومياً من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام مرأى وصمت عالمي ورهيب. فإنني أناشد جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوة قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي، وهو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، على اعتبار أن الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد لأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.